ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى أفغانستان، حيث نشر الناشط أنس الأفغاني تغريدة عبر حسابه على تويتر أرفق بها صورة لمظاهرة في محافظة زابل الأفغانية قائلا: المدنيون في محافظة زابل نظموا مظاهرة حاشدة دعما للإمارة الإسلامية، وحملوا لافتات مكتوب عليها: أولا، يجب على أمريكا الإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة. ثانيا، يجب على العالم أن يعترف بأفغانستان. ثالثا، يا حكام الدول العربية، لماذا لا تعترفون ببلدكم الشقيق أفغانستان؟ إذن هو تساؤل ومناشدة لحكام الدول العربية أن تعترف بالحكومة الأفغانية الجديدة.